تواصل وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي، هذا وتمكنت خلال 24 ساعه من ضبط 527 قضيه تموينيه مستنديه وعينيه بمضبوطات بلغت قرابه 577 طن مواد غذائيه وغير غذائيه. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط قرابه 64 طنا. اما في مجال حجب ارز الشعير والابيض والبيع بازيد من السعر الرسمي للارز الابيض فقد تم ضبط اكثر من 471 طنا. وفي مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه فقد تم ضبط اكثر من 41 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات